أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الغني في وحدانيتك بالذات المنفرد في تنزيه النعوت والصفات الغني على التحقيق في الأزل والأبد الأحد الفرد الصمد أسألك بغنى ذاتك وتنزه صفاتك أن تكشف لي عن أحوال المحدثات وتغني ذاتي بالتوحيد إلى ذاتك وتطهر صفاتي بتنزه صفاتك يا مغني. اللهم أنت الغني أغنيت من شئت من عبادك بالعرض الفاني وأغنيت من شئت بالبقاء بلذيذ المعاني أغنيت أهل الدنيا بوجود المال وأغنيت أهل الآخرة بحسن التوجه إليك والنوال في المال وأن تغنيني بغناك في كل أوان يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الغني في وحدانيتك بالذات المنفرد في تنزيه النعوت والصفات، الغني على التحقيق في الأزل والأبد، الأحد الفرد الصمد. أسألك بغنى ذاتك وتنزه صفاتك أن تكشف لي عن أحوال المحدثات، وتغني ذاتي بالتوحيد إلى ذاتك، وتطهر صفاتي بتنزه صفاتك يا مغني. اللهم أنت الغني أغنيت من شئت من عبادك بالعرض الفاني، وأغنيت من شئت بالبقاء بلذيذ المعاني، أغنيت أهل الدنيا بوجود المال، وأغنيت أهل الآخرة بحسن التوجه إليك والنوال في المال، وأن تغنيني بغناك في كل أوان. يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الغني في وحدانيتك بالذات المنفرد في تنزيه النعوت والصفات، الغني على التحقيق في الأزل والأبد، الأحد الفرد الصمد. أسألك بغنى ذاتك وتنزه صفاتك أن تكشف لي عن أحوال المحدثات، وتغني ذاتي بالتوحيد إلى ذاتك، وتطهر صفاتي بتنزه صفاتك يا مغني. اللهم أنت الغني أغنيت من شئت من عبادك بالعرض الفاني، وأغنيت من شئت بالبقاء بلذيذ المعاني، أغنيت أهل الدنيا بوجود المال، وأغنيت أهل الآخرة بحسن التوجه إليك والنوال في المال، وأن تغنيني بغناك في كل أوان. يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرني. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرني.
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرني.